شهور العام. ومهما تغيرت الأيام نتشاب كلام مع كل صديق. الحفلة في بيت، نطلع أونلاين، الندوة كمان على كام تطبيق. وفطار وسحور، الزينة تدور، ونعلق نور وننزل بوست نقول تعليق. وننام ونقوم ونصلي نصوم، يجمعنا الزوم، نلعب كام جيم مع أحلى فريق. رمضان دوت سو. ومدى مصداقيته في الكتابة اللي هو بيعرضها، فدي أقدر أستكشفها كمان بالترتيب بتاع السي والحاجات اللي مكتوبة فيها وكلامها. بعد الأسف ونتيجة خبرة عدد كبير من الشباب بيأتوها بشكل أوالد، يعني هم مهتمين أكثر على تأليف بعض على الإنترنت، فتلاقي استنباط كده بتتكتب هوبز، بحب كذا كذا كذا، مش عارف إيه وهكذا. لكن أنا ما عنديش مشكلة في العناوين، عندي مشكلة في مصداقية الكلام اللي بيتكتب، وعندي مشكلة في الترديد نفسه، إن الشخص ده عايز يروح فين. فأنا ما عرفتش أقلب حد، يعني ميتو دايما ما بتشتغلش، فكل واحد بيكتب الكلام اللي عبر عني هو شخصيا، وانا ده الفكر اللي عايز يوصل له او الهدف اللي عايز يوصل له. يعني النقل لمهارة ليست لديك، في إنك بتحطها لأنها المطلوبة أكتر، أو لقيت أصحابك لما كتبوها طلبوا أكتر، ده مش هيبقى مفيد لو ما كانتش حقيقية عندك. لا طبعا، يعني كلام حضرتك صح 100%. خلينا نتفق إنه لو لم تكن المقابلات الشخصية والسي في على درجة عالية جدا من الأهمية، يلغى الـ HR department في كل الشركات والمؤسسات، ونعتمد زمان الى مكتب العمل بقى، نقعد في البيت ونستنى الوظيفه ويجيلي جواب من مكتب العمل. العلم مهم جدا في محاوله ما يسمى بالكاستمايزيشن في عمليه التسويق. وبالتالي علم الاس بي ار هنا تطور بشكل عالي جدا الى عمليه الريكروتمنت او التوظيف بشكل متكامل، وفيها تفاصيل وفيها سبجكشن كريتيريا وفيها جوب ديسكريبشن او توصيف الوظيفه بشكل كامل وخلافه. فالناس اللي بيشتغلوا اتش ار بشكل استراتيجي عندهم يعني كتير من التفاصيل اللي بيشتغلوا عليها عشان اوصل الى ما يسمى بيست، ان انا احط الشخص المناسب في المكان المناسب. فالناس مش استنباط وتجاره، كل واحد عنده نقط ابداع معينه مختلفه عن الثاني. فشطاره الشخص نفسه اللي بيقدم الوظيفه ان هو يقدر يستكشف كل الطاقه اللي جواه ونقط الابداع اللي عندي، ويعرف يحطها في المكان الطبيعي، ويكون زي ما بنقول كده بيو فيل، يعني ما تقلدش حد، لان انت مش الشخص الثاني. خليك نفسك، يعني خليك نفسك كده. يعني الكلام ده على فكره مش كلام مستهلك ولا حاجه، بالعكس يعني احنا حتى في الطب نفس الكلام دلوقتي، هناك اليات معينه في الطب لاختيار علاجات محدده لكل شخص، قد تختلف عن الشخص الثاني حتى لذلك نفس الحاله لو كان نفس المرض. فارماكوجينومكس اللي هي بنعمل حاجه اسمها بيرسونلايز ميديسن، فما بالك بقى لما يكون في وظيفه محدده في مكان ما. شخصنة العلاج، يعني كل واحد بيشكل حاله مستقله. كل واحد ربنا خالق فيه جينات محدده مختلفه عن الثاني، بتديله شكل ولون واراده وعقليه ونمط تفكير ولا اخره، فما فيش حد مكرم ابدا. فان انا بقى اعتمد اخد دماغي الثاني واشتغل بيها، او سي في بتاعت واحد ثاني احطها في بيت مع اختلاف الاسم واشتغل بيها، ده كلام طبعا مش مظبوط. زائد ان تطبيقات كشف هذا النوع من التزييف بقت تطبيقات سهله جدا ومتاحه عند كل جهات اللي محتاجه. احنا حتى في الابحاث اللي بتقدم حتى في الجامعات في الوقت الحالي، احنا استفدنا جدا جدا من الحاله بتاعت كورونا لما حصلت. وبقيت الجامعات لما حولنا الامتحانات في وقت من الاوقات الى ابحاث علميه عشان نتعامل مع الوضع اللي كان حاصل ده، فلا عندنا تطبيقات بيخص عليها نفس البحث ده، بيكشف الكلمات المكرره، وفي نسبه مسموحه قليله جدا للتكرار ونسبه ثانيه مرفوضه. فاصبح الانترنت النهارده بيدخل في الحته بتاعت الداتا مايننج،
بيدخل كل المعلومات في عمليه بروسيسنج وبيسكتب بقى التزييف اللي بيحصل او التكرار اللي بيحصل او الاليزابيث او غيره يعني. فما بالنا في وظيفه انت هتروح تشتغلها والوظيفه دي ليها مقومات معينه، توصيف معين، مطلوب منك حاجات معينه، انت كمان عندك نقط ابداع معينه ربنا مديها لك، فانت ليه بتشتغل بابداعات الطرف الاخر؟ فليه ما بتستكشفش نفسك انت وتحط نفسك على التراك وخلافه؟ فهي نوع من الكسل في التفكير ان انا يعني اخد دماغ حد تاني يشتغل بيها. انا دايما يمكن ليا كلمه شهيره الشباب ساعات بتبقى حاجه فاضي يعني، انه واحد مش عارف حاجه بيسمع واحد مش عارف حاجه. وواحد مش عارف حاجه بيسال واحد مش عارف حاجه. طب نرجع للناس اللي عندها خبره ونحاول نكتسب مهارات ونحاول نعيد استكشاف نفسنا من اول جديد، وبلاش ناخد دايما افكار الطرف الثاني وناخدها كابل ديسك ونطبقها بدون ما نعرف ده كان صح ولا غلط. صحيح. طيب وجود الشباب على الانترنت، يعني احنا لقينا بعض الاحصاءات اللي بتشير لتراجع وظهور الشباب على بعض التطبيقات، هل من المهم ان الانسان يبقى جزء من السي في بتاعه على الانترنت هو وجوده وتفاعله على عدد من المنصات، منصات التواصل الاجتماعي؟ مش انتكاسه بنسبه 100%. يعني هو حصل في السوشيال ميديا كمان نوع من التطور الفتره بشكل بشكل كوميرشال او تجاري شويه. بمعنى ان في الاول خالص ما قلتيش عن انها منصات تواصل اجتماعي وخلافه، كان الهدف منها اللي وصلوا له في الاخر جمع عدد ضخم جدا من المتابعين لهذه المنصات، ثم بداوا يطبقوا فيها عمليه السيجمنتيشن او تقسيم الناس الى مجموعات بناء على المعلومات اللي بتتحط على الانترنت. يعني انا لما بيطلب مني التسجيل على موقع معين فانا بسجل بالبيانات اللي مطلوبه، وهو البيانات دي كلها بالنسبه لهم هم مقسمينها بطريقه توديني في اتجاه معين. احنا في الماركتنج دايما بنحط اربع قواعد اساسيه للسيجمنتيشن، اللي هو الجغرافي، الديموغرافي اللي هو متعلق بالسن والجندر او النوع والجنس والكلام ده، والنمط المعيشي والبيهيفير او السلوكيات بتاع الناس. فهم الاربع قواعد دي بيستندوا فيها العمليات التسجيل، بحيث ان كل واحد بيسجل بياناته بيبتدي ياخده في الداتا بيز يحطه في مكان معين. وبالتالي السيجمنتيشن ده بدا يقسم بقى السايز ده، واخد مجموعه من الناس اللي هم مستوى الاجتماعي بتاعهم اعلى شويه. السايز ده شويه بالجروبات بتاعته رايح في اتجاه البنات شويه اكثر بفئات عمريه معينه وهكذا. ودي بدات تستخدم في الوقت الحالي لتسويق المنتجات الموجهه الى مجموعات معينه من الناس. فلم يعد التفاعل بقى تفاعل نمطي بالشكل اللي كان موجود قبل كده، وانما بقى تفاعل موجه وموجه في اتجاهات معينه لها علاقه بعمليات البيع والتسويق واستخدام البيانات في اكثر من كذا اتجاه يعني. فهتلاقي الشباب موجودين، ولكن موجودين في اماكن محدده متعلقه بهم هم. معكش الشكل الراندم قوي اللي موجود ده عند بالذات كل معيدية المستويات الاجتماعية أو التعليمية، هم بيحكوا بعض في جروبات محددة، وإلى حد ما ممكن تبقى كلوز جروب في الحتت هنا أو أوبن جروب أو ما إلى ذلك بتوظيف في اتجاه معين. يعني ارتبط مستوى الوعي بإني أختار أكون فين وإيه اللي أنا أستفيد منه وأعرضه، يعني كل ما زاد وعيي كل ما عرفت أستفيد أكتر بوجودي على الإنترنت. ده حقيقة. وحتى السايت نفسها او المواقع نفسها بقت مصنفه من وجهه نظر الناس، السايت ده لا ده مستوى الاجتماع بتاعه اعلى شويه فعليه مجموعات مقفوله في حتت معينه، السايت ده مازال شويه عشوائي فالناس كلها موجوده عليه، السايت ده بتاع توظيف فالناس كلها موجوده عليه اكثر. كله بدا يخلق بعض ادوات التواصل عشان يعمل نوع من الاتراكشن او الجذب للناس، ولكن بتوظيف للسايت ده في اتجاه معين بقى ليه ايدنتيتي او ليه هويه معينه. ففي بعض المواقع المعروفه جدا انها مواقع بروفيشنال، في مواقع ثانيه معروفه انها مواقع فيديوهات قصيره، في مواقع ثانيه عباره عن بابليكس ومصدر بيانات كثيره جدا وخلافه، في مواقع ثانيه صور اكثر من اي حاجه ثانيه تبادل صور وخلافه. فبدا حتى مستوى توظيف المواقع نفسها يعلى، وبالتالي كل ما الناس عليه في مستوى الاجتماعي كل ما راحت الاماكن بتاعتها اللي فيها كلوز كوميونتي او نوع من المجموعات الاجتماعيه اللي تتناسب مع طبيعه فكرهم يعني. تمام. يعني
كل ما دعينا أنفسنا ودعينا شبابنا أنه أستخدم المنصات دي بوعي شديد، أنا عايز أبقى موجود على أنهي منصة أكتر وهتفيدني إزاي وهتفيدني إيه، أكيد هيفرق كتير حتى في مهارات الشخص، ويلاقي اللي بيدور عليه بيلاقيه برضو بشكل أسهل. ده حقيقي 100%. بس خليني اقول لحضرتك كمان انه احنا متفقين من زمان البني ادم ده عباره عن شويه وعي. يعني منذ ان خلق الى ان يشاء الله هي لحظات محدده ربنا محدد لها. وربنا الزمني ان الوقت ده لازم يعمل فيه نشر محدده لنفسه ولغيره. فان انا اهدر الوقت ده بلا قيمه، بلا اضافه، بلا استفاده، فده شيء سيء جدا كلنا نحذر عليه. وبالتالي احنا لازم كلنا يبقى عندنا درجه من درجات الوعي الاجتماعي العالي جدا بكيفيه توظيف الوقت كاهم مورد موجود في حياتنا. لانه شيء لا يعوض باي حال من الاحوال، وكل لحظه لها قيمه، يا اما نستخدمها في الاتجاه الصحيح يا في الاتجاه الغلط يا ما نستخدمهاش. صحيح. فكل لحظه من دول مطلوبه درجه من الوعي العالي جدا على البحث والتفحص طول الوقت على الأفضل الطرق لاستثمار هذا الوقت في شيء نافع ليا ولا غيري. صحيح. في الزحمة بقى اللي احنا فيها كمان، والمنافسة الشديدة في المجتمع وفي العالم، وعدد الناس اللي اتخرجت مع الوظائف اللي موجودة مع الأكل، محتاجين توظيف جيد جدا. يعني احنا بلد فيها ريسورس قوية جدا جدا اسمها هيومن ريسورس أو موارد بشرية في منتهى القوة. لكنها محتاجة توظيف من الكل، تكاتف من كل المؤسسات وكل الناس وكل الأفراد في توظيف الموارد دي في الاتجاه الصحيح. ساعتها تكتشف ان انت محتاجة قد الشعب المصري ده شعبين كمان عشان نطلع نتيجة كويسة جدا لو احسن توظيفه بشكل ده. صحيح صحيح. يعني المورد، ان يتحول المورد لثروة حقيقية، يعني ده بيبقى قمة التطور والوعي. والله احنا بنحسد احيانا من العالم على الطاقة البشرية المصرية اللي موجودة جوه مصر والمنتشرة حتى على مستوى العالم. سواء أفراد مبدعين على مستوى العالم شفناهم الفترة اللي فاتت، يعني طولوا رقبتنا وكانوا سفراء بقوة ناعمة قوية جدا لمصر على مستوى العالم. من بقى يعني في القديم وفي كل المجالات الحمد لله. إلى هذه اللحظة الوجود محمد صلاح وقبليه الدكتور زويل الله يرحمه وقبليه ناس كتير جدا على نفس الشكل يعني. واحنا كمان عندنا طاقه الشباب هي الاعظم في مصر، لانه النسبه الاكبر اللي موجوده في سن الشباب وده سن قوي جدا للعطاء. صحيح. العمل الابداع والناس منه. الاشكاليه كلها في التوظيف للطاقه دي في مكانها الطبيعي والاستفاده منها. والحقيقه ان كل الاطراف معنيه بالموضوع، يعني الشاب نفسه هو معني بالكلام ده. زائد انه فكره ان انا افصل طول الوقت عن الجيل القديم بعدم الاستفاده من خبراته، لانه لي ادوات مختلفه واحاول كجيل جديد اعتمد على نفسي كاملا، فده برضه مش صح، لان انا محتاج اخد خبرات الناس اللي فاتت واطبقها بطريقتي، ما عنديش مشكله استخدم تكنولوجيا زي ما انا عايز، بس لا اغفل ان في خبرات قديمه لازم استفيد منها عشان ابدا من حيث انتهى الاخرين واكمل. صحيح صحيح. بشكر حضرتك جدا والله دكتور علي المنياوي، اسعدتنا، وكل سنه وحضرتك بكل خير. كل سنه وحضرتك طيبه، ودايما يعني سعداء بالتواصل مع شباب الرياضه ومع الشباب كلهم اللي هم يعتبر يعني الثروه الحقيقيه لنا كلنا. صحيح. ورمضان كريم وكل سنه وحضرتك طيبه. الله اكبر. وحضرتك بكل خير يا دكتور. أكثر. مع السلامه.